تستمر سلسلة حوارات موضوع هذه الحلقة إقامة الوفد المغربي الوفد الإعلامي الصحفي بعد الفيروقة التي أثار الجدل من بعد محسوبين على الجسم الصحفي. من أجل الحديث حول ذلك يكون معي السي عادل الرحموني الكاتب العام للاتحاد الصحفي الرياضي المغربي وكذلك مدير موقع ماش بريس وكذلك صحفي راديو مدينة اف ام. عادل مرحبا بك على قناة شوف تي في. شكرا للزميل سمير، شكرا للقائمين على قناة شوف تي في، ومرحبا بكم هنا في إقامة الوفد الإعلامي المغربي. أكيد عادل، وحنا جد سعداء بالفوز الأول للمنتخب الوطني نتيجة وأداء وسط هذه الفرحة وسط هذه الخدمة والتعب اللي يقوموا به والمجهود الكبير اللي يقوموا به الإعلام المغربي. هناك من يشوش على الإعلام المغربي خصوصا من بعد كما كنقولوا المحسوبين على الجنس الصحفي اللي ما استطاعوش انهم يجيو هنايا، وماشي غير ما استطاعوش فرفضوا انهم يجيو هنايا لانهم ولفوا ذاك العهد ديال التسجيل. واو، فعلا يعني كانت قيل وقال في هذا يعني هذا الحضور ديال الوفد الاعلامي، واعتقد على ان الامور واضحه جدا. المشكل راه ماشي وليد الصدفه لانه متواجد فقط هذا الوفد والقيل وقال، راه اعتقد ك يعني احد من الجمعيات اللي مشرفين على الاعتمادات مع التنسيق مع المسؤوليه الاعلاميه ديال الوداد ولا على المسؤول الاعلامي ديال الرجاء البيضاوي، كنلقاو نفس المشكل، يعني ناس لا علاقه لهم بالصحافه الرياضيه. وكنشي يعني انا شخصيا نقول معك كل صريح انه اذا كانت الوداد الرجاء كيلعبوا السبت في الحد، فانا عندي ابتداء من الاربع والخميس والجمعه التليفون ما كيسكتش. علاش؟ لان يعني الكل كيبغي يدخل المباريات الوداد ولا الرجاء، وكذلك السنه هذه المباريات نتاع عصبه الابطال الافريقيه ولا السنه الماضيه. وبالتالي كنلقى مشكل كبير في اختيار الصحفيين، خاصه على انه هناك اناس لا علاقه لهم بالصحافه الرياضيه وكيرغبوا باش يحضروا اللقاءات نتاع وداد الرجاء، علما انه خاص المسؤولين يتنبهوا لواحد المساله وهي اللي وقعت الان في كاس افريقيا في ابيجان. مثلا كيكون واحد الجريده ليست لها بعدا اولا صفحه رياضيه، كتلقى اما اقتصاديه اما سياسيه اما اجتماعيه واما فنيه، ويعني انه فقط بحيث عنده بطاقه المجلس الوطني خاصو يحضر المباراه ديال وداد الرجاء وما غيغطيهاش، فقط غيجي باش يحضر عصبه الابطال لقاءات ديال الوداد او الرجاء، وبالتالي هذا يمس اخلاقيات المهنه. هذا الامتداد هذا الان ولا عندنا حتى في كاس افريقيا. اعتقد على انه باش نوضحوا ونديروا الصوره للمشاهد الكريم خاصه متابعي قناه شوف تي في او شوف سبور، اولا كانت هناك في السابق ان كل صحفي، وهذه من بين المسائل التي يجب معالجتها على مستوى لا الاتحاد الدولي الفيفا ولا الاتحاد الافريقي الكاف اللي هي ميديا شانيل، يعني اللي كيدخل اي انسان كيملا البيانات ديالو اونلاين وفي نفس الوقت كيحط بعض المعلومات او بطاقه صحافه لا علاقه لها ببطاقه الجمعيات ولا ببطاقه المجلس الوطني، وبالتالي يتم اعتماده سواء من الاتحاد الدولي او من الاتحاد الافريقي كما وقع في كاس العالم لكره القدم النسائيه باستراليا ونيوزيلندا. اننا شفنا بعض الناس اللي ما عندهمش علاقه بالصحافه الرياضيه وكانوا متواجدين باعتمادات من الفيفا. نفس الشيء بالنسبه للكونفدرالية الافريقي، كان في من يعني الى حدود كاس افريقيا السابقه النسخه 33 في الكاميرون، كان انك كتعمر البيانات ديالك في ميديا شانيل في الكاف، كتاخذ الابروفي من الكاف وكتجي كتحضر الكاس افريقيا وكتاخذ الباج ديالك كتاخذ الطائره وكذا. لكن المسؤولين الان اللي بغاو باش يصلحوا هذا الاعوجاج وهذا التسيب اللي كان على مستوى تعامل كل صحفي مع ميديا شانيل فيفا او الكاف، الكاف هذه السنه تحت اشراف رئيس الاتحاد الافريقي الدكتور موتسيبي اللجنه الاعلاميه خدات واحد الطريقه بحال الشكل ديال كاس العالم الاخيره بقطر ولا كاس العالم الروسي، انه دي كوت والكوطا اللي كتعطى الاتحادات. المغرب خدا واحد الكوطا ديال 50 صحفي كدفعه اولى، تم توزيع الكوطا ديال خمسه بمعدل خمسه لكل جمعيه، واللي كان شرط على انهم يكونوا يعني عندهم الكونت ميديا شانيل كاف، واللي يكون عنده اعتماد من المؤسسه الاعلاميه شرط اساسي لتغطيه الحدث الافريقي. هذه المساله تمت بنجاح،
من بعد المجهودات ديال اللجنه الاعلاميه ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم مشكورا، استطاعت على انها تجيب دفعه اخرى ديال 30 اعلامي واللي زادت واصبحت 80. ومن بعد جات اتفاقيه شراكه اللي توقعت ما بين الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم برئاسه السيد فوزي بجاع وكذلك وزير الثقافه والاتصال والشباب وكذلك رئيس اللجنه الوطنيه الاولمبيه الكنون المغربيه، يعني كذلك بحضور رئيس الجمعيه الوطنيه للاعلام والناشرين السيد ريش حتان الكترقصا، واللي حاولوا بحضور الجمعيات الاعلاميه المتواجده والمعتمده بحضورها في هذا الاجتماع اللي ما تمش الاستغناء عنها وتم التنسيق لانها خدات حقها في الكوطة، وبالتالي ارتأى السي شحتان على انه تكون واحد التجربه فريده من نوعها واللي هي يعني يزيد عدد من 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 الاعلاميين التغطيه ويكون اكبر وفد اعلامي لحوالي تقريبا 140 صحفي وصحفي وبالتواجد اعتقد 12 من العنصر النسوي، وهذه بادره طيبه يعني، ويمشي هذا الوفد بالثقل ديالو بالوزن ديالو ويواكب التقدم اللي عرفته كره القدم خاصه بعد احتلال المرتبه الرابعه في كاس العالم الاخيره بقطر، وان المغرب محتل المرتبه 13 عالميا الاول عربيا والاول افريقيا وكذلك على المستوى الاسيوي، ونحن مقبلين على كاس افريقيا 2025 في بلادنا، 2030 كاس العالم مشتركه مع اسبانيا والبرتغال، وقبلها كاس العالم للانديه 2029 32 نادي، وهذه سابقه من نوعها. امام التقدم الحاصل على مستوى كره القدم المسؤولين بغاو حتى الاعلام الرياضي يواكب بطريقه احترافيه، ما نشوفوش العشوائيه، ما نشوفوش التسيب اللي كنعرفوا انه بعض المواقع سمح الله ما عندهاش ملائمه، ما عندهاش وثائق، وفي الاخر كدير صفحه فيسبوكيه وكتخرج ببطاقه كتطبعها. عادي عادي، غير اسمح لي نقاطعك، هناك ماشي فقط غير صفحات فيسبوكيه، او هناك بعد كما كنقولوا بعد المواقع اللي عندها ملائمه، عند الصحفيين ديالها عندهم بطاقه ديال المجلس الوطني، لكن خلافات او لغايه في نفسهم ارتأوا انهم يكونوا خارج التغطيه كما كنقولوا، لان المصدر ديال المعلومات ديالهم حول البعثه ديال الوفد الاعلامي المغربي هنا في الكوت ديفوار، فلا تموت بالواقع بصله، خصوصا حنا كنتواجدوا في هذا كما نسموها فيلا، يعني الناس مرتاحين عادين، اكيد انت اللي عارف ظروف الاقامه ديالكم هنا بعد ما تصورنا وسلطنا الضوء على الاقامه الرسميه اللي فيها تقريبا واحد ازيد من 70 شخص هنايا في هذا المكان ديالكم، كيفاش كتشوف ظروف الاقامه؟ وكيفاش غادي ترد على هاد المشوشين اللي كيعتقدوا ان الاعلام المغربي فعلى حساب بعد ميساجات يقول ان المغاربه مريحين والاعلام المغربي مريح في ملاجئ. لا، اولا نوضح واحد المساله، اذا كنا كندعيو على اننا هاد الناس هادو اللي كتبوا انهم صحفيين مهنيين، فلا يعقل ان تكتب وانت لم ترى شيئا بام عينيك وانت في المغرب وتكتب على اشخاص لا ترهم بعينيك وهم متواجدين بمدينه سان بيدرو. هذه اولا، هنا ليس هناك احترافيه في كتابه لا مقالات ولا صور، واعتقد هناك من استغل بعض الصور واراد التشويش على الوفد الاعلامي وعلى الطريقه اللي مسيره، ولكن المهنيه والاحترافيه هي نحن هنا شاهد عيال. من هذا المنبر اريد ان اصحح معلومات مغلوطه نشرت على بعض المواقع والتي تدعي لانها مواقع يعني لها قيمه ووزن على مستوى الاعلام الرياضي المغربي او الاعلام بشكل عام، هو انه الوفد الاعلامي خدا قرار على انه يجي في طائره خاصه، جينا اربعه السوايع من المغرب الساعه 11:30 يوم الاثنين، وصولا 3:30 صباحا بمطار فيليكس اوفيت بواني بابيدجان، تقريبا واحد الساعه ديال الاجراءات وهذا روتين، يعني الحمد لله كل شيء خذا لي باجاج ديالو، خرجنا مجموعين، درنا صوره جماعيه امام مطار فيليكس اوفيت بواني بابيدجان، تم لقينا متواجدين وهذا مشكور للجنه المكلفه، ثلاثه ديال الحافلات مكيفه، قلعنا مجموعين الى من مدينه ابيدجان في الساعه 4:30 صباحا، كنا في 8:30 الصباح في سان بيدرو، التحاق بالفندق الرسمي للمنتخب، عفوا الوفد الاعلامي اللي كان يعني على مستوى جانب الشاطئ ديال البحر، وكذلك المسبح
وبالتالي فندق جميل توفرت فيه ظروف الإفطار والتغذية خاصة وجبة العشاء بشكل جيد. كل هذه المسألة توفرت، بالإضافة لا ننسى الزي الموحد اللي حضرت به كل الوفد الإعلامي المغربي ليرمز إلى العلم الوطني، إلى الشعار اللونين الأحمر والأخضر بالمغرب. وبالتالي كان هناك يعني واحد التفاتة في المطار ديال أبيجون أنه كل شيء تخلع، أنه وفد إعلامي نازل بلباس موحد يعني بواحد الشكل. وكان هناك عديد يعني بعض الناس يعني كانوا يعتقدون أن منتخب إضافي قادم لكأس إفريقيا. فعلاً، وهذا هو اللي كان يعني مضحك، لأن الكل كان كيظن على أنه هذا منتخب إفريقي حاضر لابس نفس الزي. وبالتالي وصلنا. الإشكال الوحيد صراحة اللي وقع هو أنه خارج إرادة اللجنة وخارج إرادة الإعلاميين، أنه تم تقسيم الوفد الإعلامي إلى مجموعتين، مجموعة بواحد فندق وواحد مجموعة بفندق، يعني وليه الصدفة أننا شفناها بعينينا نفس الثمن، وبالتالي هذاك الفندق كان شوية ناقص على الفندق الأول. حضر شخصيا أنا اللي كتبت، كان عندنا جروب ديال الواتساب مجموع فيه الوفد كامل، انا اللي خديت المبادره وكتبت في في في, في الواتساب للسي ادريس على انك تحضر باش تشوف شنو. فجاء فعلا تفاجئ وانا احييه من هنا ولا ارمي عليه يعني الورود، بل اكثر من ذلك ما عجبوش، قال لك انا ما كنتش عارف هذا الفندق، وهز التليفون ديالو ودار له بارلور وسمع الناس في الريسبسيون ودوا مع الوكاله الاصفر اللي كانت مكلفه بالفندق، وقال له حسبت لي الفندق بنفس الثمن الاول، هذا لا لا يمت للصله بالفندق الاول بالشكل، لو انه كان بحاله ممكن. وقال اقسم بالله ما يباتش صحفي في هذه الاقامه هذه حتى ان شاء الله نحلوا هذه المشكله هذه الليله. وفعلا تم حل المشكل في ديك الليله، وانا شخصيا من كلفت بهذا الامر اننا ركبنا 63 بالضبط ديال 65 عفوا ديال الصحفيين ركبناهم، لان لا يعقل، لان هنا غنرمي واحد الميساج، ما يمكنش نقولوا علاش حقا اختاريتوا ناس ودرتوهم في الاوتيل الاول وحنايا خليتونا ودرتونا في الاوتيل، هذاك الاوتيل كانوا فيه البنات، ما يمكنش اننا نخليو بنات على برا وندخلوا الرجال، حنا نفضلوا نبقاو في الشارع ولكن البنات الصحفيات ما يتقاسوش، هذه اول. ثانيا ما يمكنش نخليو ناس اللي كبار في السن وعندهم وزن في الاعلام الوطني ومن الجيل السابق انه يبقاو على برا، امثال مثلا مصطفى طلال، حسن فتيح، حسن الحريري، سعيد العقادي ومصاب بداء السكري. رغم ذلك انني مصاب بداء السكري ما فضلتش نفسي انني نحضر، وقلت على اننا خصنا نكملوا المغرب وخاص صوره المغرب هي اللي تلمع، ما كان نفكروا لا في اكس ولا ايكغيك ولا زد. وفعلا كلفت من السيد دريش حتان على انني غادي نقوم انا والسيده المكلفه اللي اتصل بها وبدنا نجود، وبقينا حتى الليل 8 الليل. انا شخصيا ركبت 65 واحد في الكار ومشينا مع السيده اللي دارت اتصالات بالاقامات. صراحه ممكن تسول الان هذيك 65 اللي بقيت معاها من 8 الليل وحنا كندورو في سان بيدرو وكيمشيو كندخلوا الإقامة وكنهبط أنا والسيدة المكلفة وكنشوفوا الإقامة وكندخل الوفد ل 8 أو 6 أو 7 وكل شيء جالس في استوديو ديال دو بيرسون، ما كاينش الاقتدار. وفي الأخير كيوافقوا تفضلوا خداو، كنرصيو كنمشيو للإقامة الثانية ودليل. إحنا آخر، أنا آخر واحد إلى ونقولها بالتدقيق قبل الوفد الأخير أننا جينا للإقامة، ولكن الإخوان اللي مشاو للإقامة الأخيرة لقاو السيدة وصلنا لثلاثة الصباح، من 8 حتى لثلاثة الصباح، ثلاثة الصباح سدات التليفون ديالها ما بقاش ممكن على أنه، ولكن في اليوم الموالي تم حل المشكل نهائيا، وبالتالي الكل أصبح في الفندق وزاد الجمعية دارت اتصالات ديالها وزادت 21 مليون سنتيم باش أنه الإخوان جابتهم وخذت لهم عاوتاني بعض الاماكن الفارغه في الفندق واستطاعوا في الاخير. بالامس كان كل شيء الحمد لله ساكن ومشينا للمباراه الاولى، وكراس بفضل الاعلام الرياضي الجاد تم احراج مدرب المنتخب
التنزاني الجزائري عادل عمروش باسئله الموقوف الموقوف, الموقوف حاليا جايين في المساله وبسببه انه اثارت في الكاف والمسؤولين على الكاف شافوا المؤتمر الصحفي بقوه والضغط وهذا هو الهدف اللي كان كيجري عليه دريش حتى انه يكون قوه ديال الاعلام المغربي الرياضي المتخصص نازل بقوه وبالثقل ديالو واستطاع لان اللجنه التاديبيه استدعت اليوم عادل عمروش صباحا ووقفته بالثمانيه ديال المباريات من دكه الاحتياط وعنده جوج مباريات كاس و10 ملايين دولار كغرامه وهذا ما اثار حفيظه رئيس الاتحاد التنزاني لكره القدم اللي خرج مباشره ببيان رسمي من الاتحاد التنزاني يعني يستنكر تصريحات نتاع عادل عمروش اللي اساءت لكره القدم المغربيه واساءت للسيد فوزي القجار واساءت لكل العاملين في كره القدم المغربيه وبالتالي تم توقيفه والاستغناء عن الخدمات وتم تكليف المساعد ديالو اللي هو تنزاني بتسيير المباراتين القادمتين للمنتخب التنزاني. اكيد عادل بغيناك توصف لنا الاقامه فين نتوما مريحين يعني وصف دقيق وشنو واش احتاجيتوا في شي حاجه ولا كل الامور اللي محتاجينها متوفره فيها؟ سي سمير بكل حياديه انا ما غنوصفش شنو غادي نتوما كشاهد عيان وغادي نخليو الشعب المغربي والراي العام هو اللي يحكم من خلال الصور اللي غادي تقدموا لان الا قلت غيقولوا هذا كيف لا عادل غادي تقول وغادي نوصفوا وصفوا الشعور ديالك وانت كتوصل من بعد عادل من بعد حنا يعني كاعلاميين كنا كنمشيو للادغال الافريقيه كنشوفوا هذه التدهورات كنا كنلقاو صعوبه بزاف كنا كنرضاو داك الشيء اللي كيقسموا الله بصراحه كنقولوا غير مختلف لكن الشعور ديالك انت جيتي ولقيتي اقامه كتوفر على جميع الشروط اللي يمكن ان صحفي مهني تخلي انه يقدم خدمه في مستوى الرفع. شوف شخصيا انت عارفني السي سمير على انه جلت بزاف ادغال افريقيا وكنت معايا في الكاميرون وكنا في اقامه وحده واننا دائما في مصر كذلك هذه انا بعدا شخصيا في التجربه ديالي ماشي مجامله اجمل اقامه على المستوى الافريقي نتحدث انا على المستوى ادغال افريقيا من اجمل الاقامات اللي صراحه اولا فيها الويفي فايبر ثانيا لا كويزين بيان ايكيبي مجهزه فيها جوج انا ملي كنهضر راه كنهضر على اقامه زائد اقامه اسفل في اقامه وحده هي عندنا جوج ديال بيت النعاس مجهزين كل وحده الحمام ديالها عندنا هاد الهول او الصالون كبير اللي كتشوفوا مجهز كذلك عندنا ان بالكون اللي كيطل على المناظر الخلابه نتاع الغابه الاستوائيه كذلك عند كل بيت نعاس فيه الحمام ديالو خاص وعندنا حمام ثالث وعندنا ان كولوا ولي كليما عندنا مجهزين في هذه الاقامه هذه تالي كل الظروف مواتيه وبالدليل على ذلك ان الان شوف سبور فهي كتنقل من داخل هذه الاقامه بواحد الشكل كما شفتش بانه الجو ما كاينش راه حنا بحال شي استوديو راه ما غاديش تسجل هذه المساله باش نكونوا واضحين الحمد لله عندنا كل الوسائل ديال التغذيه ممتازه عندنا الشاي الصحراوي اللي ما كنتفرقوش عليه نهائيا انني كنت في العيون 30 سنه من 76 حتى 2006 وتحيه الصحراء المغربيه احب من احب وكره من كره وانا كنطلب من الله انني ما نتلاقاش صحفيين جزائريين باش نكون معك صريح لانه اساءوا الاعلام الجزائري للكره المغربيه اساءوا للفوز القجع اساءوا للشعب المغربي رغم ان دائما في الخطابات ديال جلاله الملك محمد السادس كيمد يده للشعب الجزائري كيحاول على انه تكون واحد الاخوه بين الشعبين لكن للاسف الكبرانات ما بغاوش هذا هو المشكل والكبرانات كان اول ضحيه ديالهم في هذا الكام هو عادل عمروش عادل عمروش هما اللي جناو عليه لانه ملي كنشوف على انه واش عباد الله ما قدوش يكتبوا حتى المغرب فاز ب 3-0 كتبوا في الشريط ديال القناه ديالهم 3-3 ماشي عيب واش هذه شي كاس افريقيا كاينه في شي قمر اخر باش عندنا شي مغرب اخر مع الجزائر مع تنزانيا دوله اخرى الاعداء ديالنا الخارجيين كنعرفوهم للاسف حافظينهم يعني كيكذبوا عينيهم كيكذبوا داك الشيء اللي كيشوفوه ولكن بالله علي كتلقى زملاء في المهنه يعني اللي ظروف في الماء ما استطاعوش انهم يجيو هنا كاين رغم انهم كانوا من بين الاسماء لانهم يكونوا هنايا لكن سامحهم الله واش كتشوف يعني بحال هاد الناس هادو
واش ما كيسيئوش الصوره ديال المغرب، الصوره الحضاريه، الصوره اللي باغيها راعي المملكه صاحب جلاله الملك محمد السادس، كذلك بحضور كذلك السيد فوزي القجاع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، كذلك الناس الساهرين على هذه العمليه ديال التعليميه كيسيئوا وكيشوفوا صوره المغرب هذه الناس. انا غادي نقول لك واحد الكلمه وغادي نوجه هذا السؤال لهذ الناس، واش كان جيتو معنا وما تكتبوا هذا الشيء؟ اقسم بالله لا كتبتو، كان جيتو والله لا كتبتو. ثانيا باش نكونوا واضحين، ما يمكنش نكتب على واحد الحاجه ونسيء لواحد الاشخاص. راه انا نكون معك صريح، انا قلت هذا السيد رئيس الحكام لو وقع لي هذا الشيء راه كانت ترى كارثه، لاننا مع مرض السكر مع المشاكل ما يمكنش اننا نتقبلوا مثلا الاهانات في الاشخاص وتوصل لإساءة الكرامة ديالهم وأمام الملك. وكاين بعض البرلمانيين اللي وضعوا أسئلة وهو برلماني بعد ما جاش حتى لنا يساند المنتخب الوطني ديالو. أكثر من ذلك راه ماشي حتى في الشأن المحلي اللي كيشتغل فيه، ففي بلاصة أنه يقلب على المسائل اللي عنده هو في المنطقة ديالو ولا في الجماعة ديالو، فحاول أنه يصوب البوصلة ديالو لكأس إفريقيا. فعلا هو لا يعرف حتى المنتخب، إذا نقولوا له ذكرنا غير 11 اللاعب اللي دخلت في المباراة التنزانية والله ما يقدر يكملها لنا.